إنما فتنتم به. البارح أنا ما شفتش الرياضة الموقع، والله ما شفتها، صح ندخل على اليوتيوب نلقى الناس تجري ردة في بعضها والدمومات وكذا. إنما فتنتم به، إنما فتنتم به، هذا واش رانا نعلمو في ولادنا. يا فرحي يا فرحي يا فرحي، واش رانا نديرو؟ على جال السطلة وعلى جال كاس العرب، واش من العرب يا خليتو فيها عرب؟ واش من العرب؟ لبرا ما تثقبوهاش لبرا، سبحان الله. لما الانجازات ما كاش ولينا نفرحوا باي انجاز، ان شاء الله اذا شفنا ولادنا ضاربوا. اقعد يا وليدي اقعد، وما يهمنيش شكون بدا وشكون ختم وشكون، ولادنا ولا ماشي ولادنا، جاوبوا. خفتوا تقولوا هذا نيون ولادنا ضياف عندنا، نقبلوا احنا على ولادنا اللي هكذا 17 سنة، واش رانا نديرو؟ أين عقولنا؟ كيفاه؟ أنا نجي في الخطبة ناكل في لحمي ونبكي على الأمة، ومن بعد دير لي مقابلة يتقاتلوا فيها ولاد الإسلام؟ واش خليت من قدوة للعالم اللي راه يشوف؟ العالم اللي راه يشوف واش يشوف؟ يشوف الدمومات. ياك حنا قلنا في القرآن وختامه وخاتمه مسك، هذا هو المسك. ما عندناش قدرة نصافحوا بعضنا يا ناس، ما عندناش قدرة نسلموا على بعضنا، واش رانا نبثوا في الأجيال؟ فهموني، السم هذا اللي رانا نديروه. كاش واحد يرجع لبلاده ويحب الجزائري؟ ربي يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما نعرف الى الكبار راهم غالطين، الى الصغار راهم غالطين، الى رانا متفاهمين كاع باه نغلطوا. ام بعد العلماء يهضروا والدعاة يهضروا والائمة يهضروا، يا جماعة خافوا ربي، هذو شعوب مسلمة يا جماعة، يا جماعة إن الشيطان قد يئسه، الحديث جبناه مليون مرة، إن الشيطان هكذا يقول لكم حبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الشيطان قد يئس أن يعبده العرب في جزيرتهم ولكن لم ييأس من التحريش فيما بينهم. حبيتوا الشيطان يوقف هكذا ويقول لكم شفتوا كي كلخت لكم كنتوا فرحانين، شفتوا المقابلة اشعلها مني، هاي اشعل اضرب المغربي ورفد لي الاعلام تاع فلسطين، معادلة عجيبة هذي، في الاخير معادلة عجيبة. لا، انا دوري انه نذكرك باللي هذاك خوك، هذاك خوك. ما كان الزوج هكذا يقبضوهم يعتذروا لبعضهم ويجيبوهم وكاع ولاد الاسلام 17 سنه، زيدوا جيبوا لنا تاع 15 سنه يزيدوا يا ها. بعد كاش نهار تشوف طفل صغير هكذا هذوك تاع الروضه جايين يديروا مقابله ويزيدوا يضربوا، باه نكملوا عليها، احنا نكملوا عليها، جيبوا لنا مام الصغار تاع الروضه. أقول لكم القرآن قال إنما فتنتم به، والعجل راه متنوع، راه مرة ديروا لنا البالو عجل، ومرة الغناء عجل، ومرة الفن عجل، ومرة السياسة عجل، كل مرة راكم تجيبوا لنا في العجول. خويا نخافوا ربي في هذا الشعب مسكين، وفي الشعب هذاك، وفي الشعب هذا، في الشعوب المسلمة مساكن، خلوها تتحاب. الكبار عندهم دور عظيم في أنه قال يا ودي خاطيك أنت الأمور اللي راه الفوق بين السياسيين، هذا أمر بينهم، لكن الشعوب عشنا في بلاد الغرب ما عندنا عداوة حتى مع مواطن، ما شفنا منهم غير الخير. حوس مع وليد الإسلام ما نهدرش هذا الكلام،
مع وليد الإسلام لازم نحضروا الحق. الجزائري راه خال المغربي، شحال من أسرة، والمغربي راه خال ولاد الجزائري، راه دماء نسبة. واحد كيكون يتكلم لازم يوزن الكلمة باش ما يساهمش في النار.